كوميونيكيشن يعني. في شويه كوميونيكيشن. بحب اطلع بصوره التوف جاي اللي هو بعمل راب وبعمل الحاجات دي. لما اول السيشن اللي هما مش سهل يا هنجيب جون يا مفيش خالص. الدنيا اكبر معجنة، مين انت قولي ومين انا، والنعمة مش عارفين. يا ولد جامدة بحبها قوي، بموت فيها كمان النهاردة. الماس اول ارتست معانا النهاردة. الماس من الاصوات اللي طلعت بسرعة قوي في الشرق الاوسط، ومن الارتستس القليلين اللي قدروا يعملوا ميكس بين الغنى الويسترن والمزيكا الشرقي. بدأت في 2015 وقدرت تقدم لنا اكتر من 30 تراك في كذا جانرا، واكيد احنا لسه مستنيين منها اكتر من كده بكتير. تاني ارتست معانا صافي، يمكن يكون معروف عن طريق رومانسية منسية، بس صافي شخص كرييتيف جدا. صافي في سيزون 1 كان جاي هوست هو ويايا، لكن السنة دي جاي يكون ارتست جوه الاستوديو، واللي مش كل الناس تعرفه انه صوته حلو جدا وكان بيغني في كذا باند من ايام الجامعة. هو ويسترن قوي وهي على فكرة كمان ويسترن قوي، هي اصلا بتراب وكمان بتغني انجلش، فالموضوع الاثنين متنوعين في حته كده، يحطوا بعض هيعملوا لنا بسبوسه بالكنافه. عايزه اكسبيرمنت اكتر يعني مع الشخص اللي هيكون موجود، واتمنى ان انا وهو نتوافق او انا وهي نتوافق. حاسس بما ان انا ما بعملش حاجات راب كتير، فوارد ان يكون في رابر علشان اطلع منه حاجه مختلفه ممكن الناس ما كانوش يشوفوها قبل كده. فكره هنعمله ايه؟ مش عارفه، بس احلام اليقظه بتاعتنا دي ما اظنش ان احنا هنحققها قوي يعني. ممكن يخلي شوفهم هم عايزين يعملوا ايه ونشوف بقى معاهم بعد كده. ربنا يوصل. طب يلا بينا. الناس اهلا 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 كويس. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ اهلا 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 وسهلا. ازيك يا فندم؟ تمام. عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ عارفين بعض ولا لا؟ انا عارفه من رومانسيه منسيه. مش حد ما يعرفوش غير رومانسيه. تعرف الماس؟ اعرف الماس، اعرف اغنيه الكيف مع كنتي والوايلي. ايوه اغنيه فشيخ صراحه. تسلم والله. طب انت عارف الماس من مزيكتها، بس هي ممكن ما تبقاش عارفاك شويه، تحب تقول لها مزيكتك فنيه؟ رزم في كل حاجه انت عايزاها، من ناحيه سف شغال، راب شغال، اندي شغال، روك شغال. روك شغال ماشي جامد. يعني شوفي شرقي شغال، شوفي اي حاجه في الخلاط انت عايزاها موجوده. متحمسه قوي يا جماعه، بجد بجد بجد. انا حاسه ان انتوا الاثنين بتفكروا بنفس الطريقه، حاسه ان في كيمستري اوريدي مبنيه. فانا متحمسه بصراحه اشوف ايه اللي هيحصل في مطبخ الثمان ساعات ده هو كده. وايه بشرط واحد ان احنا المره الجايه اللي نتقابل هنا في نفس الصالون يكونوا معاكم اغنيه. ماشي لازين. تمام يلا بينا. لازين. الاستوديو بتاعنا المتواضع. Good luck. Thanks. Good luck. يلا you locked in. باي باي الناس. باي باي. مراقبينكم من بره، خدوا بالكم. ها؟ المراية دي ينفع تشوفونا فيها؟ مش عايز أي حاجة من العالم الخارجي؟ لا. Last call. ماشي. Good luck you guys. Thanks. إيه ده؟ Shine on your crazy. مسميني على اساس الاغنيه دي اصلا بجد. شاين اون يو كريزي دايموند. الماس نايس. كنت عارف الحوار ده. ايوه انت اسمك اصلا فعلا اصلا الماس. لا. مش ستيج نيم. لا هو ستيج نيم بس. أوكي. من وانا صغيره. اوف. من وانا بيبي بينادوني الماس، محدش بيناديني باسمي الحقيقي. بجد يعني قضيتي طفولتك ناس بتقول لك الماس؟ بالظبط. انترستنج فشخ. يومنا طويل، ده احنا لسه ما ابتديناش. انا متحمسه. مش طب ايه اللي على بالك يا استاذ؟ نفسك تقولي ايه؟ مش عارفه لسه. يلا بينا. متحمس قوي الصراحه اشوف هيطلعوا ايه. مفيش حاجه اسمها اغني براحتي، فانا كان عندي اغنيه اسمها هموم. الاغنيه دي فيها مقامات كتير. في الراب الموضوع صعب ان انت تغني مقامات اصلا. مش بيعتمدوا على مقامات في الراب، عشان هو مش حاجه غنائيه على قد ما هي تاديه. بالظبط. بس في نفس الوقت ابتدى بقى في مثلا في ميلوديز كتيره بتتحط مثلا في حاجات اللي هو الراب المايل مثلا لافرو بيت مثلا. ده انا عانيت في اغنيه هموم دي عشان نطلعها بالشكل ده.
الهارمونيز اللي انا عاملاها في الاول هي دي كانت المشكله. كلامك كله فيستك، حاله نارسيسستك. كان بلندنج ان قوي يعني، بالذات اول حته بحسها هي اصعب حته كمان. القومة اول سيشن القومه مش سهله، يا هنجيب جون يا مفيش خالص، يا مفيش اي داعي. صح، فهم بداوا بدايه حلوه بصراحه. مفيش اي حاجه في دماغي دلوقتي يعني، في مودات كتيره يعني. ده في جيتار، نطلع الاكوستيك الاول. مثلا التراك ده فيه حاجة حلوة بجد؟ اه. طب سؤال، ممكن تلعبي الأغنية اللي فاتت دي تاني؟ انت شمسي والليل، حاسس في تحط له ريزم مثلا، ريتم بوسانوفا. لا كانت دي دي ودي. لا مش دي، ده وده. ماشي، بس الاثنين دول؟ اه، ده وده بعدين ده. في الاول ما كناش عارفين هنعمل ايه، وجربنا كذا اوبشن كده مع بعض. حاسس ان احنا قفشنا حاجه حلوه في الاول. الماس كان معاها تراك لذيذ جدا، في كوردات حلوه عماله تتحرك، هالفايب كانت حلوه قوي في المكان، والانسترومنتس اللي احنا لعبناها مع بعض خلتني اوصل يعني لان انا عايزه اعمل الاغنيه دي. حبك انت يلي، بس ميلودي ميلوديز كتير صح؟ آه. بس هتبقى حلوة، هتبقى حركة صايعة. ماشي، بس حاسس انها هتكون صعبة كتير يعني، حاسس ان it's going to be too many chord switches. ما انا تمام اموت في يلا نعيش، بس حاسس ان هو فيها حتة ممكن تبقى. طيب خلينا في اللي انت عملتها. لفة ودايرة بينا، جبنا وتودينا، بتلف بالارينا، ما في اليد حيلة، ما حدش فيها يفيدك، كله يمشي يسيبك، اشكالهم زيف وزينة، تتشكل في الحياة. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. حاسة ايه لو حطينا الاتنين دول على بعض كده؟ حاسه ان هيبقى حلو. تمام، اه يلا بينا. يعني ممكن نسجل الاجزاء مختلفه ونركبهم على بعض ونشوف يعني، نحطهم براحتنا. طب انا عايز الكوردات دي هنا، عايز الكوردات دي هنا. خلاص تمام. حاسس التيمبو ده بطيء شويه ولا عايز اسرع؟ محتاج يتسجل تاني. ماشي، بقى كده الفيرس كان عامل ازاي؟ خذلي ياليك اليوم حبك انت يدي، اخذني قلبي معانا تكس كفاية. تحس الأغنية مألوفة صح؟ يعني تحس إن أنت عارف الأغنية دي قبل ما تسمعها. اللحن بتاعها، اللحن بتاعها لذيذ، الميلوديز اللي أنت عاملاها جميلة فشخ الصراحة، والتوزيع نفسه الكوردات هايلة. نشوف. يا سلام عليا. أنا الأغنية دي أول مرة أسمعها لحد، ما سمعتهاش لأي حد قبل كده يعني، أول مرة تطلع هنا. ما اعرفش بصراحه، ما كنتش واثقه ان هي حلوه. عارف لما تبقى بتغني حاجه على طول مع نفسك بس ما فيش حد سمعها قبلك غيرك؟
فاهم، بس ايه اللي محسسك في التراك ان هو مكسوفة ان انتي تسمعيه لحد تاني؟ عشان هو رومانسي وانا عكس كده خالص. مالها الرومانسية يا جماعة؟ مالها الرومانسية؟ الله، يعني ايه المشكلة؟ لا هو مش كده، وانا بحاول اطلع على صورة التوف جاي بقى، فاهم، رابر وبتاع و... تمام، احنا تاف جايز وكل حاجة وبنخش وبنعارك و... بس بنحس برضو بني ادمين وبنحس عادي. ايوه بالظبط، فانا كنت ما بحبش اغني الاغنية دي قدام حد، يعني من ساعة ما كتبتها وانا سايباها لنفسي كده واغنيها لوحدي. بس يعني هي بحسها ممكن، بحس ان ممكن اي حد يكونكت معاها بكل سهولة. طيب كويس الحمد لله. الناس تقعد فاكره ان ميوزك برودكشن حاجه روشه قوي، ويا نهار اسود احنا بنعمل هبل طول الوقت. هو معظمه بس انا قاعد بظبط كوردات ميدي على اللابتوب وبعيد نفس ال 30 ثانيه للابد. يا سلام. الحمد لله. مرسي 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 مرسي. انا اقعد اكتب بقى الباقي. اكتب لك مرسوم. ما تتكسفيش في العرب، ارمي عرب زي ما انت عايزه، العبي براحتك. الكوردات، الكوردات اللي احنا لعبناها مش موجوده في اغاني كتير يعني، وفايب جديده يعني على السوق. كوردات عالم تاني. مش عاجبني ليه؟ حلو جروف، حلو قوي. Are you listening؟ سامع، بس الجروف تحسيه قديم كده. هو حلو كده يا بنتي، اولد سكول على نيو سكول على راي شعبي. نعلي التيمبو بس. تصدق كده احلى؟ جيب المفتاح اكتب لك مرسوم. هاي فايف، هاي فايف. إيه؟ لسه الفيرس اللي بعديه مليان شقاوة. عايزة تنوناوي بالقلم؟ ثانية وحياتك، وحياتك اسمع وحياتك. ايه اللي خلاكي تغني بالاكسنت المصري؟ بفكر بالمصري، بيفكر بالصيني. هو الحقيقه يعني عشان انا نصي مصري. اوكي. يعني مامتي مصريه وبحب اللهجه المصريه وبغنيها يعني، وبعدين انا ممكن اغني باي لهجه يعني، مش فارقه معايا ما دام عربي وكمان انجلش كمان. طب نايس. بس 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 ما تتجننش. نيني نيني نيني. انت عايزه درامز في البيت ده؟ اه. بيت التراب. سمعوا لي كده ثاني. ما تشغل لي كده اجرب الاوتوتيون. اوتوتيون سريع. هاخد دي وانت خد اللي جنبك. اوكي. لا دي مش. يا هلا الله يا اللي هنا. يا اهلا يا اهلا. يا هلا الله يا اللي هنا. ايه الاخبار؟ عايزين تكنيشن؟ عايزين احنا جينا اهو. يا سلام، احلى تكنيشنز. هنمشي الدنيا معاك. بتعملوا ايه بقى؟ كله زي الفل. طب احساسكوا ايه؟ تمام، وصلنا لحته حلوه في التراك. عايزين بقى نبتدي نحط فوكلز ونظبط الفاينل ارينجمنت. اوكي. ونشوف.
انت يا الماس حاسه بايه سو فار؟ التراك وصل للحته اللي انت عايزاها؟ اه. حاسه خلصتي قد ايه كام برسنت كده من التراك قبل الفوكلز؟ لسه هو لسه محتاج شغل. بس انا حاسه انت عندك الانيشال ثرو يعني بالظبط في حته انيشال كده لذيذه. و هو انت فعلا ما بتستخدمش اوتو تيون خالص؟ يا باشا صافي يا بنتي صافي يا ليلي عين. بس برضو صافي يا ليلي عين على الانتاج ده. مفيش ما نازل من عند ربنا اوتو تيون. هو لازم كلنا بنتكلم. انت عايز انت فاهمه قصدك افكت معين في دماغي. اه طب انت ناويه على ايه؟ فيرس كورس فيرس كورس تليل ولا فيرس كورس تليل فيرس؟ ما انا بفكر نسويتش في الاخر تراب. حط حته تراب اوبا. انا شايف اصلا يعني البيت دلوقتي بالتراب لذيذ كله شغال. هو تقريبا انا خلصت. نتقابل بقى ايه في الصالون؟ yes. واحنا جود لك. ثانك يو. هو انت مش عندك هو ده مش اللاب بتاعك؟ ايه ده مش اللاب بتاعك؟ اه ده اللابتوب بتاعي بس انا ما عنديش اوتو تيون. ايه ده اللابتوب بتاعي بس انا ما عنديش اوتو تيون. هم حطوا اوتو تيون المفروض بس انا حد يجاوبني الاوتو تيون جاي ولا لا؟ حد يجاوب حد يجاوبني. الله يجاوبني. ده موال الاوتو تيون. يجاوبني. فين الاوتو تيون؟ مفيش اوتو تيون. هنعمل ايه من غير الاوتو تيون؟ هنعمل ايه من غيره الاوتو تيون؟ نايس. استأذنك تغني بس اي حاجه. شنو هذا تيرارا تيرارا. في حاجه غلط في الاوتو تيون. خليه ميلوديك كده. هند شمسي والليل مش سامع صوتي. مدلي ايه ده؟ جرب كورد كده. جربي ميجر. خلي لا نسمع بس. خلي قلبي معك. محتاج الاوتو تيون بقى يتظبط بقى. مش بصراحة إيه؟ أنا مش بتاع أوتو تيون. أنا بعرفش أستخدم الأوتو تيون قوي. فمهما حاولت فيه مش هطلع أحسن حاجة. كمبدئيا من ناحية تكنيكال أنا حاسس أنت عندك صوت قوي ومتمكنة جدا وأنت بتحاولي تحطي أوتو تيون وده مش مبين like how powerful your voice is بالنسبة لي. طب نقلل من الأوتو تيون. مش ما عشان كده ابتديت بيه. انا مش احسن حاجه قوي. ايوه فاهم. اوتو تيون انا بص اصل مهما حصل لازم التراك لازم يبقى فيه اوتو تيون. ليه لازم؟ هو ده الستايل اللي انا ماشيه بيه. يعني مهما كان صوتي حلو بس برضه بيحتاج بيظبط التراك اكتر. ممكن يكون كومفورت زون. ممكن يكون ما جربتش او اكشلي جربت تغني. هي زمان كانت بتغني عادي من غير اوتو تيون بس حاسس ساعات ممكن كل شويه نرجع نجرب حاجات جديده او حاجات بقالنا كتير ما استخدمناهاش. انا ما عنديش مانع. ممكن نجرب عادي. ايه هي بس طلع بتنهيد اللي هو انا ما عنديش مانع ممكن نجرب عادي. نجرب عادي. لا والله بجد ممكن نجرب عادي بجد. ماشي. يلي كل يوم حبك انت يزيد. بالظبط. هنعمل اللي هو النوتة دي مرتين. خلي قلبي معاك.
هتسجل انت الهارمونيز وخلاص. ماشي. المس على الانتاج. خلي قلبي معاك باي. المس على الانتاج. بيرفكت بجد. اه بجد بجد عن جد عن جد. ايه عن جد والله. ممكن في الكورس الثاني نحط اوز از اهات. وانت طبعا المس على الانتاج. المس على الانتاج دلوقتي. تاتشات أخيرة. ممكن نحط ليد لاينز في حتت, ممكن نحط مثلا جيتارات في حتت, ممكن ماشي ترانزيشنز بقى. بس أظن ده التراك خلاص. تمام. حاسة بيه؟ حاسة إن أنا مبسوطة إن إحنا خلصنا. يا طب قولي مبسوطة بالتراك. طيب مبسوطة. أنا حاسة إن أنا مبسوطة إن أنا هخلص من إن أنا أشوف خلقتك. لا والقعدة في التكييف الساقع ده. حاسة مبسوطة إن خلصنا. حاسة مش عايز اشوفك تاني. لا والله. لا والله مش كده, مش كده خالص. بالعكس انا مبسوطة بالتراك قوي. بس احنا بقالنا كتير, احنا بقالنا كتير. هما 7 ساعات وايمن دخل قال لنا فاضل ساعة. لازم تجرب الاوتو تيون بعدين لما تبقى مع نفسك كده. انتي استكشفتي الاوتو تيون ازاي؟ عملتي ايه؟ اصلا انا بغني بيه من وانا عندي 13 سنة. يعني كنا بنستخدمه في الاغاني بتاعتي بس بنسبه قليله جدا. أوكي. عشان نظبط الصوت بس. اوكي. بس لما دخلت الراب بقيت احط اوتو تيون كتير بقى. كل حاجه بقى, كل حياتي. تعبناك معانا خلاص. تحسوا فيلم رعب كده. ما الاغنيه فيها اسى والام وجراح وبتاع. الام وجراح. انا بقوله بحبك في الاغنيه. ايوه بس المزيكا, المزيكا فيها بعض اللي هو بحبك ما بتردش ليه يا ابن, فاهمه؟ ايوه. فانا مجراح. ايوه والله. انتوا مرتاحين كرجاله. ايه جت منين يعني جرعه الفيمينيزم اللي فجاه دي؟ فاهم. مرتاحين ولا ميك اب ولا شعر ولا. على فكره شعري بياخد وقت كتير عشان يتعمل, عشان محدش بيسألني ايه السكين روتين بتاعي. ايه طبعا انا يعني بودي اسمع لكم 1000 ساعة وكلنا مبسوطين جدا جدا جدا. بس احنا بس تايم از اب يا عم. ايوه مع سامع. على بال ما تخلصي اكون كتبت لي حاجه في الامتحان. فاهم قصدك. يعني اللي هو تايم از اباوت تو بي اب. فاحنا ممكن بس ناخد 10 مينتس كده نراب الموضوع كله. ماشي. بس بعمل رايزرز وبتاع ترانزيشنز. جامد. تيك اول ذا تايم يو نيد ان 10 مينتس. يا شفتني ولا شفتني؟ دي ايه الفلسفه الرائعه دي. لاف ذا فايبس. خلصنا. نسيف عشان ما يحصلش اي مصايب. نعمل سيف. عملت. طب اهو يلا. جامد. مع اننا سمعناها 500 مرة. ما نسمعها 507 عادي. احساس ان انا دلوقتي في الناحية التانية مش بهوست, ان انا ارتست. فكانت لذيذة عشان كنت عارف من قبل كده ان احتمال يكون في مثلا
اختلاف اراء او كلاشات، او ازاي اقدر اخلي الشخص التاني متقبل الاراء بتاعتي ونوصل لحاجه في النص بيننا احنا الاثنين وتعجبنا احنا الاثنين برضو. الاوضه احمرت فجاه. انت عايز ايه؟ هم بيطردونا حبك عارفه زي ما بيرشوا ميه على الارض. والله بنتعلم منك يا استاذ. لا لا انا اللي اتعلم منك. لا لا والله اتعلم منك. لا لا خلصنا نايس. خلصنا. تخيل بعد كل التعب ده نيجي نغير الاغنيه فاهم في الاخر. انا عايز اعمل اغنيه دلوقتي ثانيه. مامي ميد مي مش ماي ام انا مستلا. مامي ميد مي مش ماي ام انا مستلا. ورقوت يا شباب. خلصنا خلصنا خلصنا. I love it. خلاص. I love it. I love it. تحفة. والله أنت اللي تحفة. والله أنت اللي تحفة. إيه كل ده ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر. ليرز 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 الله ينور.